الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى
قال يا قوم اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمر يكتسب في الخلق أفلا يعقلون ينبل على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون فلا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك أنزل من الآخرة قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو أيها لا القيوم، تأخذه سنة ولا نوم، له ما في أو ما وما بالسماء في الأرض، وفي من الأرض، ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا ربنا لا تجعلنا إنا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه، وسلم وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عنك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة
صلوات على أسعاد المخلوق في الضحى وعلى آله وصحبه وسلم عدد كلماتك وعداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله، 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 لا إله الله، لا إله إلا 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 الله،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إله إلا إلا الله. الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة الحق عليها نحيا وعليها يموت إن شاء الله خير الآمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم، وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم، وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم، وبخواص الحروف والأسماء التامة، وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات، وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم ومحزون، المنفس عن كل مظلوم ومديون، يا مجري البحار والعيون، يا مجري البحار والعيون، يا من خزائنه بين الكاف والنون، وعلم بما كان قبل أن يكون. ونسألك اللهم أن تسألك بنا جادة رضاك، وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك، وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب، وأن تجعل كل منا بين عبادك في كل حاضر الظافر الغالب، وأن لا تفوز أحد من إله أحد خلقك أمر رزقه، وأن تربط على ألسنة المتوفهين بالمكروه في حقه، وأن تقرن حركاتنا بالتوفيق، وأن تجعل رضاك عنا خيرا صاحب لنا ورفيق، وأن تسلفنا بالجلالة والمهابة، وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا، وحقق فيك رجاءنا، وأدخلنا في حفظ لطفك مكون بسر قولك الحق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، سبحان المنفس عن كل مظلوم، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من أمره بين الكاف والنون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا مفرج الهموم، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم اجعل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه من لا إله إلا الله، آمين، وما صليناه من يا الله، وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة، هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة، نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعله فتاة لهم من النار، ونجاة لهم من النار، وسترا لهم من النار، وفداء لهم من النار.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم عم الجميع بالرحمة والرضوان، وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل مشدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك، يا قهار يا جبار يا منتقيم، يا الله يا الله يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. يا رحمن يا رحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منكم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai kita bacaan kita. Terima kasih kepada saudara kita. Tuan, Allah Akbar Atuk. Atuk Daniel, apa khabar? Lama tak jumpa. Okay, terima kasih saudara Daniel kita. Hasil didikan orang bebas. Teh Samad. Okey, sama alhamdulillah. Atuk, terima kasih. Sihat lagi Atuk. InsyaAllah semoga bacaan kita ni dapat beri orang bebas, Allah Taala beri orang bebas sampai ke hajat kita itu, membantu saudara kita, terutama pengurusi kita Cik Lafi dan saudara-saudara kita lain, termasuk keluarga-keluarga yang adik kita tadi, Cik Daniel tadi, yang berada, yang mana dia belajar dekat Relau. Kita tahu mana lau ramai yang kena kes COVID. Mudah-mudahan dengan bacaan kita ni dapat bantu mereka lah. Dan juga tak ketinggalan jugalah masyarakat Kedah, masyarakat Malaysia yang kena COVID, amnya masyarakat seluruh dunia lah yang kena COVID ni. Kita minta Allah mudah, Allah angkat azab kita ni. Nak tanya sini, Ustaz ada ke? Ustaz Rafai, Ustaz Rafai ada ke dalam grup ni? Kalau ada, boleh bagi sepatah dua kata maklumat ke info ke tentang apa sebab sikit sebelum kita tamatkan kita punya program. Adakah daripada HQ, wakil-wakil HQ, adakah
InsyaAllah wakil HQ kah siapa-siapa? Adakah Ustaz Rafal ini kah siapa-siapa? Kita tahu Ustaz mungkin dengan keadaan yang kurang sihat tu kan. Kita doakanlah supaya Allah SWT bagi kesembuhan pada Ustaz. Dan yang berbeza begitu juga dengan yang lain-lain lah. Jadi untuk kita akhir, saya akhiri program ni lah. Kita tutup program kita dengan tasbih kifarah dengan surah Al-Asli. Mudah-mudahan selepas ini kita dapat buat lagi lah program-program macam ni. Ini adalah salah satu salah satu iktibar, salah satu cara kita daripada skuad pengurusan jenazah ni untuk inilah sumbangkan untuk sumbang pada masyarakat kita nak pergi, kita nak kumpul susah dengan kita guna sebaik mungkin media sosial yang ada ni. Mudah-mudahan kita boleh semaksimum mungkin manfaat yang kita boleh gunakan. Cik Nordin, adakah nak kata 1, 2, 3 sebelum kita akhir program, Cik Nordin? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya ucapkan terima kasih kepada yang terus serta pada malam ini. Inilah kali pertama SPJM Kedah dengan kerjasama SPJM Pusat. InsyaAllah semoga majlis kita pada malam ini mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wataala. Semoga kita hindarkan iaitu kita putuskan rangkaian apa COVID-19 ni, insyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selesai. Ustaz Syamil, adakah nak kata apa last untuk ni? Ada apakah? Dengan pesan ke apa? Tak? Okey. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan walak semua. Adakah Alfa? Tiada. Tani untuk wakil untuk tani sikit. Okey, semua okey. Ya. Yeah. Okay. InsyaAllah lain kali kita jumpa lagi. Kita tamatkan program ini sampai setakat ini sajalah. Saya sebagai pengurusi yang tak di sebagai pengacara bidang terjun ni, setakat inilah yang saya mampu buat. Minta maaf tersilap bahasa, tersasul kata dan sebagainya bagi pihak saya dan pihak SPJN Kedah lah kan. Yang pertama permulaan kita buat, dan kita pun bukan orang yang mahir dalam bidang ni, bidang IT apatah lagi kan. Jadi insyaAllah ini sebaik mungkin. Ada apakah boleh komen, kita boleh penambahbaikan yang akan datang. InsyaAllah terima kasih juga kepada Ustaz Daniel kita yang bagi ruang, bagi masa untuk sama-sama melibat dalam program kita ni dan yang lain-lain semualah. Saya tutup dengan tasbih kita dan sebuah kasih. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasbina insana fi husn illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum semua. Jumpa lagi insya-Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi melepaskan di kau pergi, dingin hembusan layu lemah lunglai, langkah kakimu lambaianmu kian jauh.
Waktu terhenti, tak kau sadari masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Wahai saudaraku, selamat tinggal untuk selamanya. Kami serahkan saudara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diampunkan segala dosa saudara dan diterima segala amal kebajikan dan ibadah yang saudara lakukan ketika hidup di dunia ini. Teman sejati hanyalah. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولإحواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور، عذاب المحشر، عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masihkah ada jalan bagimu